Hello everyone, this is Chef Nao with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. ترمس الحلو. في ترمس حلو وترمس مر. أنا استخدمت ترمس الحلو وليس المر. بنغسل الترمس وبنوضع ماء من الصنبور وبننتظر 10 ساعات. لازم ننتظر 10 ساعات. هو يحتوي على الفسفور والكالسيوم، مليء بالفسفور والكالسيوم. هيك بعد 10 ساعات بنجيب اللوز العادي، هو اختياري، اللوز الني، نوضعه بماء ساخن لمدة 10 دقائق، نترك 10 دقائق، هو اختياري ولكن طعمه روعة. بعد 10 دقائق بقشر لوحده مثل ما انتم شايفين، يكون ماء ساخن بغلي كتير ساخن. هيك بنقشر الكمية كلها وبنتخلص من الماء القديم. بعد ما نتخلص من الماء القديم نوضع ماء جديد بالوعاء، ماء ساخن ممكن يكون أحسن عشان نختصر الوقت. نوضع بالوعاء بعد ما تخلصنا من الماء القديم، نوضع ماء ساخن أو ماء عادي لكن احنا بنختصر الوقت. هيك نتركه أول ما يغلي بنعد 5 دقائق. أول ما بيغلي بنحسب 5 دقائق. بعد 5 دقائق بنطفي النار وبنرفع الوعاء وبنغطي الوعاء وبننتظر 10 ساعات. ننتظر حتى يبرد تماما. 10 ساعات ننتظر حتى يبرد تماما. نترك 10 ساعات مغطى. هيك بعد 10 ساعات هو جاهز. مثل ما انتم شايفين كتير روعة وكتير هو مفيد وصحي، مناسب للكيتو دايت، لمرضى السكر وللضغط مناسب. وانا حوضع القيمة الغذائية تبعته. نتخلص من الماء وبنوضع ماء وملح جديد. نوضع بأي وعاء مناسب أو مرتبان أو علبة تكون مناسب لإله حسب المتوفر عندكم. هون يكون في إلها غطاء. ولكل لتر من ماء عادي، طبعا من الصنبور يكون يعني ماء نظيف أو حلو، يكون لكل لتر 4 معالق طعام ملح أو حسب الرغبة وحسب الذوق. والناس اللي عندها ضغط يفضل ما يوضعوا ملح. الناس اللي عندها ضغط يستبدلوا الملح بالليمون. الناس اللي عندها ضغط يستبدلوا الملح بالليمون. ممكن نعصر عليه عصير ليمون مع الماء، أو ممكن نستخدم الليمون عند التقديم أو أثناء التقديم نستخدم الليمون. نسكب الماء وبنغطيه ونحفظه في الثلاجة أقل شيء قبل التقديم 4 ساعات حتى يتشرب الملح. نوضعه تخزين يكون في الثلاجة. القيمة الغذائية تبعته لكل كوب ترمس ناضج من هذا اللي عملناه احنا 198 سعرة حرارية، بروتين 26 جرام وألياف 12 جرام ودهون 4.9 جرام. في أمان الله. انتظرونا بوصة جديدة. أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.